السلام عليكم. شوبير دي زاد كالعادة معكم، مرحبا بالناس اللي راهم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن، الناس اللي معنا ديزابوني نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد، قناة لكشف حقائق، قناة لجلب معلومات بالك كانت في الكواليس، معلومات بالك كانت في الخفاء، معلومات حنا نجيب لكم معلومات، نبشروكم بأخبار سارة عن الفريق الوطني، أخبار سارة عن اللاعبين الجزائريين، عن المدرب الفريق الوطني الجزائري جمال بالماضي، نكشفوا أمور تاع الاتحادية الفاشلة، اتحادية سمسارة، اتحادية تاع ريجيست كوميرس، اتحادية اللي ما عندهاش ولا هي كما يقول لك نقطة تاع إيجابية، ولا عندها صانعة خريطة الطريق تمشي عليها. ينوض صباح يشرب قهوة بالحليب، يهود القهوة تاك 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 يعاود يروح شركة، صحيح شركة ردوا اتحادية، ردوها شركة خاصة تاعهم، واللي يهدر يقولوا له تاع عدو تاع الفريق، عدو الجزائر، يحشونا تاع عدو الجزائر. الله سمعتوا بيه، الله يخلي خيمة سيدكم، هذه هي الله يخلي خيمة سيدكم، اللي يهدر الصح تقولوا له تاع عدو الجزائر. احنا اللي نكشفوا الاعداء الجزائر، احنا نكشفوا اعداء الجزائر، وهذو الناس لما يدخلوا لهنا كسموهم هذو المراركه لما يدخلوا هنايا ويقول لك احنا مانيفريه، ويقول لك احنا خرجنا لي زافريكا صاي كرسناهم ديارهم، اما لا بعد نتكاكاو بكم انتوما لانكم داخلين باسم تاع مانيفريه وتنقشوا البلافو وما عادش ديروا، ما نامنش فيكم، كل واحد يروح يخدم في بلاده. حنايا 94 بلعتوا علينا الحداده، اما احنا ناكلوا التراب هنا ما خاصناش، هذه هي حنا نتكلموا وهذه حقيقة، وسمحوا لنا بنادم، سمحوا لنا حنا المجال تاعنا كرة القدم بصح شتي لا دي فوا يتطلب بالأمر باش نتكلموا هذه الهضرة، يتطلب بالأمر باش ننبهوا، خاصة نعطوا أخبار للشعب الجزائري. كما نعرفوا اليوم جمال بالماضي نشط ندوة صحفية، ندوة كانت بالنسبة لجمال سهلة أمام تلاميذ ابتدائي في السنة الأولى تاع الصحافة اللي ما عندهمش ولا مستوى، خاصة وين فتح جمال بالماضي الأبواب المنتخب الوطني لكل من كل من فيغولي، بولحي، طايدر، آدم الوناس، بنزية، زفان، بودبوز، بعدما كان هذ اللاعبين قلنا بولحي وفي غولي سيد بدناهم، كنا كان هذ اللاعبين مهمشين خلال فترة مدرب المتخرج من البلاطوات وهو رابح ماجر، وقال الرجل الأول بشأن هذ اللاعبين كل وين راح تغيظك الفريق الوطني وشاف الفريق الوطني كيفاش يتبع، هو عنده كاع أخبار الفريق الوطني، قالوا في هذه الفترة كل الأوراق مبعثرة وعلينا إعادتها وترتيب أمورنا وترتيب البيت من جديد، والكل من يملك الرغبة للعب للمنتخب الوطني الجزائري واللعب معنا فمرحبا به. شو وين وجه رسالة، وين دار نداء اللاعبين اللي كانوا مهمشين، ماشي مهمشين ماشي بالعنصرية والجهوية، أنا نعرف روحي راني ناطر فيها عاوز فو، أنا كي نهدر وراني نهدر لكم في الصح، كيما قلت كنت نقول لكم بلي هذا مهوي غيكذب علينا، واليوم ربي كشفه أمام المل، قال له بلي راك في 24، قال له كان لا 24 لا والو، قال له أنت كنت في المرتبة بي، قال له ما كان لا بلوك بي لا بلوك أ لا بلوك سي، قال له ديرني فدي تما أنت كذاب وما تجيش تهدر عليا. جمال قالها لك، وجمال يعرفك، رانا قايلين له، رانا خبرناه، خاطش رانا خبرناه، خاطش هو نهار الخميس كان هنا في دارهم وركب في المطار تاع الصينيه وراح المطار الهواري بومدينه، نزل فماك ما جاش من فرنسا ديريكت، لا انا هنايا وراح لالجي، باش كان هنا في تادلس، بات ليله في تادلس، زاد بات ليله في صباح في مستغالي، مستغالي راح الوهران، الوهران تكلم عندكم، جاء عندكم باش يكشفكم بلي انتم كذابين،
وأوضح بأن في غولي وبلحي وكل عبيد الذين كانوا مهمشين من طرف رابح ماجر يمكنهم العودة للخوض مجددا من حيث بداية من التربص القادم الذي يسبق مواجهة غومبيا. أما لا فمرحبا بكم يا أبناء الجزائر في بلدكم الأصلي. احنا ماشي كيما ذوك الناس يقول لك يا ودي هاو هادو جاو من هيه ولا من هنا. لا احنا من نهار الاول راني من 2009 وانا ندير لي فيديو وراني نقول بلي هادو ولاد الجزائر وهادو راهم يخربوا في الجزائر وهادو راهم يكذبوا على الشعب الجزائري 5 6 سنين ولا 7 سنين هما يكذبوا على الشعب الجزائري. وانا نقول لكم يا ودي عزوا رواحكم حتى طيحونا من 1966 من 19 من مرتبة 14 المرتبة 66 شو وين الدولة ويقول لك احنا مصلحين انتم مفسدين. اي كي راني نهدر معاكم انا مين راني نهدر معاكم يخبر فيكم بلي هادو بغاو يبكونا هادو يبغوا يدو الاورو ويروحوا يخسروا غادي عندهم. هادو يبغوا يعاير الجزائر هنا ويصرف دراهمها بالاورو ويروح يعطيهم منهم غاديك ومن بعد يقول لك هادو غاديك هاكو درت بيبان كون في البحر الابيض المتوسط كون بنيت حيط ودرت بيبان وراك جاي الجزائر. لا ولي لا ولي كيما ذاك معزوزي تحسب الجزائر تاع باباه تحسب هو اللي جاب لنا الاستقلال. قال لهم كانوا كاع عندهم باسبورات حمرين وحنا عطيناهم باسبورات خضرين تاع باباك. انت اش دخلك انت لما ما تشربش الماء وتريح علاك غابر روحك تاكلوا الطوماطيش بالملح وتدخل تعوم وتقول نعرف نعوم شا تعرف تعوم ايه بحر صعيب هذا او تاكل الماكلة تقرر تاكل كيلو تاكل بيدو تاعكم مسارة ومي تختار تقول لهم ليميت ناجر ما كاش او تاكلي بيدو تاعكم مسارة بيدو تاعكم مصارع وزوج كيلو شتوي وكيلو عنب ويدخل لي يعوم يقول لك اودي اخترت هي حقك مشي تخترت البحر يجي يديك تخاطش على البحر ما تاكلش لكم مصارع. هذه هي وسمحوا لنا بنادم رانا معمرين ربي يحفظكم والمجد والخلود لشهدائنا الابرار وتحيه الجزائر وهذه ليك بالماضي.